السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بدأت أجهز وصفات رمضان، الوصفة دي ما قدرتش أبدا أشيلها رمضان، قلت لازم أنزلها لكم. قد إيه بقلاوة لذيذة وظريفة جدا جدا معمولة بالشوفان، وكمان في فيديو النهاردة هنعرف إزاي نحصل على اللون الأخضر الجامد أو للفستق. حتى لو جايبين فستق بقشره تعالوا نشوف هنعمل إيه. أول مكون معايا زي ما انتم شايفين مكون صحي جدا، القرع أو اليقطين. هنجيب المقاس اللي احنا بنحبه، وكمان هو في منه انواع، انا بحب اجيب الصغيرة دي كده انكف فيها وتنكف فيا، ويا ريت يا ريت يا ريت نلاقي حد يقشرها لنا ويقطعها لنا، يعني هيكون الموضوع جميل جدا. انا ما لقيتش، فحاولت ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين، نقطعها احسن كده بالطول وبعدين نفتحها. هنشيل البذور دي، حتى لقيت فيها كمية بذور مش كتير، دليل هي صغيرة جدا. يعني نبتدي كده ننضفها، ولو البذور كتير نحاول احنا نغسلها ونستفيد بيها، لان بذور اليقطين من الحاجات المفيدة جدا. طيب تعالوا نقطعها صغير علشان احنا عايزين نسويها. بالمناسبة في يقطين او قرع موجود جاهز في السوبر ماركت مسلوق ومحطوط في علب، ولكن انا دايما بدور على الايه الحاجة الطبيعية الفريش، ولكن المتوفر عندنا نقدر نعمله، ما نصعبش على نفسنا، اسهل حاجة لينا نعملها. هنحط على اليقطين او القرع شوية من المية واحطه في حلة الضغط حوالي 10 دقايق وبس كده. لو حلة عادية ممكن يقعد 15 لـ20 دقيقة واحنا مغطيين عليه. بصوا ادخل الشوكة فيه تخش كده وبيكون معايا طري وجميل جدا. اليقطين من الحاجات الصحية جدا. هستعمل لوصفة النهاردة 350 جرام. في ناس هتقول لي يا سلوى احنا ما عندناش ميزان، ايه 350 جرام دول؟ فتعالوا نشوف 350 جرام هيكونوا قد ايه بالكوبايات المعيارية. خليني بس كده اهرسه، شايفين الهرس بتاعه سهل ازاي؟ جميل جدا. طيب نقدر ان احنا نجيب قرعة تكون كبيرة شوية ونسلقها ونشيلها في الفريزر ونخليها دايما نعمل بيها وصفات زي كده، فممكن نجهز القرع ده من دلوقتي لرمضان. طيب انا دلوقتي بقيس قد ايه 350 جرام من اليقطين او القرع المسلوق، كانوا حوالي كوباية ونص. تعالوا بقى نحط على طول المكونات السائلة اللي هي ريحتها تحفة كده، يعني عارفين مجرد ما اتحطت مع بعضها عايزة تتاكل. كوباية ونص من القرع المسلوق عليهم الفانيليا السائلة، معلقتين كبار من الزبدة اللي هي بتكون طرية سايباها بره التلاجة كده فخلاص يعني تريط، وربع كوباية من العسل. بالمناسبة نقدر نحط كمان نزود يعني على العسل ده سكر ستيفيا لو احنا عايزينها مسكرة اكتر، لان هي بتكون مش مسكرة قوي، او نعملها زي ما انا بعملها كده واحنا لما نيجي ناكل نحط عليها عسل، وده هيكون يعني افيد حاجه. العسل لما بيتسخن بيفقد الفوائد، فخلونا ناخده كده ايه بفوائده، ولما نيجي ناكل نحط عليه عسل كده طبيعي وجميل جدا. شايفين المكونات السائله؟ المكونات الجافه بسيطه جدا. الشوفان، انا طحنت 3 كوبايات من الشوفان حوالي 300 جرام عشان الناس اللي بتسال على الجرامات، رشه ملح، وكمان معلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر. ايه ده يا سلوى بس كده؟ خلاص بس كده. هنقلب المكونات السائلة على المكونات الجافة، وعايزة اقولك العجينة دي هتطلع جميلة جدا، مش هتحتاج فتفوتة حاجة، من دلوقتي ريحتها تحفة تحفة تحفة. ممكن ندوقها على فكرة لان كل المكونات اللي فيها مستوية، فممكن نشوف لو عايزة شوية عسل، لو عايزة شوية سكر ستيفيا، كمان نقدر نحط دبس تمر لو احنا حابين. نبتدي نقلب كده لحد ما تتشكل معانا عجينة. احنا هنسيبها تستريح شوية لان في الاول هتكون بتلزق، ولكن لما نسيبها حوالي يعني نص ساعة كده في المطبخ تبتدي تتماسك والموضوع هيكون معانا اسهل بكتير لما نيجي نفردها. طيب في الوقت ده لما هي تقعد تستريح انا هعمل ايه؟ هي تستريح وانا هقعد اجهز الفستق. بعد ما قلبت خلاص كده كل المكونات والعجينة بقت متماسكة، تعالوا نحطها على جنب. عملت حاجة اشربها تفضلوا معايا، كوباية كابتشينو من الآخر. بصوا بقى، أنا اشتريت فستق والفستق ده ما كانش لونه واضح قوي، فقلت خلاص تعالوا نشوف ممكن نقشره أو ممكن نعمل إيه. فتعالوا نشوف الفستق اللي هو لونه ده دلوقتي، ده هنشوف لونه هيكون إيه بعد شوية. جبت مية مغلية علشان المية المغلية هتساعدني إن أنا أشيل قشرة، أنا لاحظت إن الفستق لونه كده بسبب إن عليه قشرة من بره، فقلت خلاص انا هشيل القشرة، فحطيته في مية مغلية وايه وقلت اصفيه من المية المغلية وبعدين احطه في مية ساقعة
وبكده برضو هحافظ شوية على اللون. بعد كده هبتدي ايه اشيل القشرة اللي عليه، نحط تلجة كده عشان المية كانت ساقعة، مش ساقعة قوي يعني، عشان يحتفظ باللون بتاعه. بصوا بقى كده القشرة هتشال معايا بسهولة ازاي، لاحظوا كمان ازاي فعلا اللون فارق جدا، القشرة مضيعة لونه كده يعني. بصوا القشرة لما بتشال اللون بيبقى اخضر وجميل ازاي، زي اللي بنلاقيه غالي جدا يعني. انا دايما بلاقي فستق اخضر قوي بسعر والفستق ده بسعر، فانا ما كنتش عارفه ان هي بس مجرد قشره، ده انا قلت اجرب والموضوع نفع معايا. بس عايزه اقول لكم الموضوع صراحه خد معايا وقت، اللي احنا نقعد نفصص الفستق ده، فيعني الموضوع خد معايا وقت. شايفين كده اللي هي بقشرها واللي هي من غير قشرها، شايفين في فرق شاسع. فالموضوع يستاهل التجربه، عشان من دلوقتي ممكن نعمل كده ونجهز لرمضان. بنشيله بقى من المية ونحطه في مصفى كده، ونبتدي نقشر كمية من الفستق. شايفين القشر اللي على اليمين ده، هرميه طبعا، القشر على اليمين كمية كبيرة جدا. وخلاص كده هعمل ايه بقى، هحمصه، هحطه في الفرن على حرارة خفيفة جدا عشان ما نضيعش لونه بس يتحمص. فاحنا ممكن نعمل كده ونحمصه ونشيله متحمص في التلاجة لوصفات لرمضان، كل حاجة في رمضان بتحب الفستق، فاللي احنا نجهز حاجة زي كده هيكون وفرنا وقت. دلوقتي حطيته في الفرن حوالي 10 دقايق على حرارة هادية جدا، بعد ما برد هنبتدي نطحنه. ممكن كمان نطحنه على فكرة ونشيله في التلاجة مطحون، مفيش مشكلة، أو حتى في الفريزر يعيش معانا وقت يعني، ممكن 2 3 شهر عادي، طالما احنا حاطينه في التلاجة أو في الفريزر، لأنه برضو فيه رطوبة شوية. العجينة بعد ما سبتها حوالي نص ساعة كده، بصوا بقى متماسكة ازاي. خلاص ممكن نبلل ايدينا شوية زيت او زبدة يعني، او احنا مش محتاجين اصلا نلمس العجينة. بصوا انا هحطها كده ما بين كيسين ونبتدي نفرد. العجينة حلوة جدا جدا وريحتها جميلة جدا من دلوقتي، فالوصفة باينة من دلوقتي اللي هي هتكون رائعة جدا. كنت مبسوطة قوي اللي انا وصلت لوصفة بقلاوة صحية، عشان في رمضان يعني من وقت للتاني كده لما نيجي ناكل حلويات ما نبقاش حاسين بتأنيب ضمير وبناكل حاجة يعني مش صحية. فبرضو حتى لو هنستمتع بحلويات، نستمتع بحلويات تفيد صحتنا، ايه المشكلة؟ طيب تعالوا نحط شوية بقى من الفستق اللي احنا قعدنا نعمل فيه قرن من الزمن ده، وبعد كده نعمل شرايط كده بالشكل ده. هنجيب صينية اللي احنا هنعمل فيها، هندهنها كويس بزبدة ونبتدي نلفف بقى أصابع البقلاوة أو لفائف البقلاوة زي ما نسميها. شايفين شكلها بالشكل ده، ممكن نعملها تخينة وممكن نعملها رفيعة. الحقيقة كل ما بنفرد العجينة رفيع كل ما بتديني نتيجة أحسن، كل ما بتكون رفيعة يعني التخينة دي يعني مش أحلى حاجة، الرفيعة أحلى منها، مش قصدي حاجة على فكرة يعني، الرفع حلو والتخن حلو برضه. طيب انا كده اهو خلاص، شايفين عاملة ازاي، حلوة جدا. هروح اشغل الفرن على درجة حرارة 180 عشان يلحق يسخن شوية قبل ما اخلص، لاني خلاص كده الموضوع ده مش هياخد معايا وقت خالص، مجرد ان احنا نلفلف كده. ونجيب بقية العجينة نفردها. العجينة دي تقريبا اتفردت معايا على 3 مرات، فاحنا لو عايزين نجرب كمية هي 3 كوبايات شوفان، نجرب ايه كوباية لو احنا حابين، بس ما نجيش على الوقفة يعني، عارفين هي تطلع جميلة يعني ما تقلقوش ابدا، والكل هيحبها، بس بشرط ان احنا نقدمها للكل، كل واحد زي ما بيحب السكر بتاعه يعني. ايه لو عايزين نعمل لها سكر بسكر ستيفيا، ممكن سيرب كده، او نحط عليها عسل احلى حاجه، بعد ما تستوي نحط عليها عسل. نبتدي برضو نعمل شرايط كده ونلفلف ونخلص بقى كل المقدار، سهله جدا وبسيطه وتستاهل التجربه. طيب البقلاوة الصحية المقادير اهي، شايفين المقادير بسيطة ازاي، هندخلها الفرن على الرف الاوسط، بتقعد حوالي من 25 ل 30 دقيقة. هتحتاج ان احنا نفتح عليها الشواية من فوق 5 دقايق،
يبقى مجموع ما قعدت في الفرن 35 دقيقة، نطفي الفرن ونطفي الشواية ونسيبها جوه كده تاخد السخونية علشان تكون لحد ما مقرمشة. شايفين بقى حتة منها، حطيت بقى شوية عسل زي ما قلتلكوا أول ما طلعت كده وهي إيه يعني كانت دافية لأني سبتها تبرد في الفرن. بصوا بقى حتة منها، إيه الجمال ده! أتمنى أتمنى إن انتوا تجربوها وتعجبكم زي ما عجبتني جدا. كوباية شاي أو كوباية شاي بحليب أو كوباية قهوة، البقلاوة بتحب كل حاجة وإحنا كلنا بنحب البقلاوة. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وجربوها، وأشوفكم على خير ومع السلامة.